محافظ صلاح الدين يتعهد بمواصلة برنامج الإصلاح والبناء بعيداً عن سجالات الوقت الضائع. مطالبات رسمية وشعبية في صلاح الدين بخطط أمنية لحماية أبراج نقل الطاقة من المخربين وإشراك أبناء العشائر من الأولويات. الصحة تفتح منافذ جديدة للقاح فايزر في أقضية صلاح الدين، وأسعار الأدوية وصلاحيتها تقلق المواطنين. الكاظمي يؤكد في استعراض الحشد وجوب التكاتف لحماية العراق وأهله، واستهداف القنصلية الأمريكية في أربيل يضع صبر واشنطن على المحك.